مطار بغداد يستعد لفتح الطيران التجاري. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق والوظائف. قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة. حيث أفاد مصدر من وزارة النقل اليوم الجمعة بأن مطار بغداد يستعد لفتح الطيران التجاري خلال الأيام المقبلة. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مطار بغداد يستعد لفتح الطيران التجاري خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه تم توزيع المقاعد ووضع علامات الإرشاد والتوعية، وفي أدناه مجموعة من الصور المتعلقة بالموضوع. متابعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة. تحياتنا لكم.